للوقوف أكثر عند هذه التطورات ينضم إلينا من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري. أهلا بك أستاذ رامي، ما التفاصيل حول هذا الخبر لو سمحت؟ نعم صباح الخير. طبعا كان هناك استهداف يعني قالوا انه مركز تدريب، ولكن حقيقه الامر كان هناك انفجارات كبيره، ولكن هذا المركز التدريب اذا ما كان هناك انفجارات مستودع للذخيره بشكل قطعي جرى نتيجه في يعني استهداف الامريكي. ايضا جرى استهداف مزرعه ومنصه اطلاق صواريخ قرب مدينه الميادين، اي الاستهداف كان لضواحي البوكمال وايضا الميادين التي كانت تعتبر من أهم مراكز القوات الإيرانية داخل الأراضي السورية. القتلى الثمانية أحدهم من الجنسية السورية وسبعة آخرين من جنسيات غير سورية، بينهم عراقيين، ولكن يعني لا نعلم إذا كان بينهم إيرانيين أيضا. لكن بعد الغارات الأمريكية كان هناك رد من قبل المجموعات الموالية لإيران باستهداف حقل العمر النفطي مثلما جاء في بيان ما تعرف بالمقاومة الإسلامية، لكن أيضا كان للاستهداف الأكبر الأوسع لقاعدة كونيكو ب 15 صاروخ من نوع جراد على الأقل استهدفوا القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز دون وجود معلومات عن خسائر بشرية. وقبل قليل أيضا كان هناك استهداف لقاعدة خراب الجير التي تقع في ريف الحسكة الشمالي الشرقي قرب الحدود السورية العراقية، الاستهداف أيضا كان بطائرة مسيرة من قبل ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق. أي أن القوات الأمريكية كل ضرباتها لم تردع الميليشيات الإيران أو القوات المرنة لإيران باستهداف القواعد الأمريكية التي استهدفت حتى اللحظة منذ 19 من الشهر الفائت إلى الآن 33 مرة. طيب أستاذ رامي، وسط هذه الأجواء الميدانية، هي حرب بالوكالة عن إيران ولكن أمريكا تخوضها مباشرة، هل هذا ينذركم أو يوصلكم معلومات بأن هناك شيء ما قد يتوسع يلوح في الأفق؟ لا، يعني القرارات والأوامر وصلت واضحة للميليشيات الموالية لإيران والتي يشرف عليها الحرس الثوري الإيراني داخل الأراضي السورية باستمرار استهداف القواعد الأمريكية سواء من داخل الأراضي العراقية أو من داخل الأراضي السورية. مهما كان الثمن ومهما طالت يعني توسعت الاستهدافات الأمريكية، الأوامر لدى هذه الميليشيات باستمرار استهداف القواعد الأمريكية دون أن تدخل إيران بحرب مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية عبر أزرعها في سوريا أو حتى في العراق. هي تقوم باستهداف القواعد الأمريكية ردا مثل ما يقال على الحرب الإسرائيلية على غزة ومساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل. طيب، ملفت أستاذ رامي أن الولايات المتحدة الأمريكية ترد على الميليشيات من أي مكان تم قصف قواعدها داخل سوريا، لماذا برأيك هذا؟ نعم، هي تردت على قصف ما تعرف بالمقاومة الإسلامية في العراق باستهداف الأراضي السورية ثلاث مرات، لكن اليوم كان بشكل واضح الاستهداف على حقل كونيكو بصواريخ جراد من مناطق سيطرة القوات الإيرانية داخل الأراضي السورية. هي لا ترد في العراق لأنها تعلم بأنه في العراق ما تعرف بقوات الحشد الشعبي لديها قوة أكبر من داخل الأراضي السورية، فالحركة الأضعف هي داخل الأراضي السورية، لذلك يكون الرد داخل الأراضي السورية فقط. إذن هي ترد على المواقع التي تشتبه بها أو تريد الرد عليها في الخاصرة الأضعف بالنسبة لها كما هي تصنفها. بالختام أستاذ رامي، هل تعتقد أنه حسب الإحصاءات الموجودة على الأرض ومن خلال متابعتكم والرصد اليومي لما يجري في سوريا، هل من الممكن أن يكون هناك توسع للرد بأذرع إيرانية على ما يجري في غزة من خلال الجانب السوري أو الحدود السورية الإسرائيلية؟ نعم بشكل قطعي، هناك ما لا يقل عن 700 عنصر من قوات النخبة المدربين بشكل جيد جدا على يد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني انتشروا على الحدود مع الجولان المحتل في محافظتي القنيطرة وأيضا محافظة ريف دمشق وتحديدا ريف دمشق الغربي، يعني تحضيرا لفتح الجبهة في أي لحظة. شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات الأستاذ رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، كنت معنا مباشرة من كوفنتري.